اهلا وسهلا البنات والولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن احوالكم وتكونوا بخير وعلى خير. جبتلكم اليوم بنات تورته روعه 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 وبنينه ولذيذه وسهله واقتصاديه. البنات شوفوا شحال. المهم البنات، اليوم هنقدم لكم تورته بالفواكه لموسم الصيف، رائعه بمواد بسيطة جدا، وأي دار عندها أي دار موجودة عندك مواد سهلين، وتطريقة سهلة جدا جدا. يعني درت طريقة تقليدية ديال التورتات اللي كنصاوبو البنات، هذه التورتة ديال الدار. أنا ماشي وحدة يعني واخدة دبلوم في الحلويات، حتى شي حاجة البنات، غير معلمة في داري وغنشارك معكم هذه الحليوة اللي كتجي بنينة وكتجي غزالة، بغيتكم نتوما تذوقوا منها. المهم البنات، خليونا مع المقادير. عندنا هنايا 5 ديال البيضات البنات، 52 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ديال الدقيق، عندي مليحه نحتاجها في بياض البيض، وعندي خماره وفاني وكاس السكر، نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الماء سخون، ولا ديروا حمام مريم. مهم اللي بغيتوا الطريقه كيفاش كنخدم هاد لاجينواز خليكم مع المقادير، مع الطريقه عفوا. المهم هنا كندير قبيصه الملحه وكنرد بياض البيض، يتطرب البنات مزيان حتى كيولي على شكل بياض الثلج، بحال اللي بحالو بحال الثلج نيشان البنات. المهم كنردو هو يتطرب، وكنتاج انا باش نصوب الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هي كندير دوك 5 ديال البيضات ولا، وكنزيد عليهم كاس ديال السكر، وكنبدا نخلط البنات كلشي هاد العناصر مزيان 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 حتى كيندمجوا بهاد الطريقه هكا. البنات من بعد ما خلطت انا البيض ديالي مع الزيت والسكر وكويس الماء سخون والدقيق ديالي والفاني والخميره، صافي البنات انا كنمشي لبياض البيض. شوفوا البنات ملي كديري هذه الطريقه هكا، يعني راها واجد داك البياض البيض ديالنا، راه واجد ملي كتقلبي المول ديالك وما كيطيحش، يعني راه واجد 100%. صافي انا البنات غادي دابا غادي نخلط الخليط ديالي مع بعضياته، ولكن البنات بحذر ما تخلطوش عشوائي، كتخلطوه يعني من فوق لتحت من تحت لفوق. سمحوا لي كنت كتسمعوا ديال الصداع ديال ولادي ولاد جيراني كيلعبوا برا في الجرده، وقرابي ليا سمحوا لي سمعتوا شي صداع. المهم البنات نوليو لموضوعنا ديال لاجينواز، كتبقاي تطلعي من فوق لتحت من فوق لتحت باش ما يخرج داك الهواء وتفشلنا لي لاجينواز ديالنا. المهم البنات كتبقاو بهذه الطريقه هكا من فوق لتحت، ونطلقوا من بعد. Oh,
بعد ما وجدت المول ديالي صافي كنكب الخليط كامل في اللاطا ولا في المول اللي عندكم، المول اللي بغيتو سواء قلب سواء مستطيل سواء دائري، المهم على حسب الاختيار ديالكم. انا بغيتها دائره، وانتم اللي بغيتو ديروا الشكل كيولي لكم ليكم الاختيار. المهم البنات بعد ما كنديروا في المول طبعا الحال كندخلوا الفران 180 درجه ديال الحراره على من 45 دقيقه حتى 48 دقيقه باش طيب لا جينواز ديالنا. هو البنات من طريو على الفران خليوها شي 5 دقائق ولا شي 10 دقائق على الاقل باش تشبت في راسها وما تهبط لكمش. المهم البنات صافي كتشوفوا الفران كيوت لكم، ومن بعد ما طيب خليوها من 5 حتى 10 دقائق الفران ترتاح وعاد جبدوا لا جينواز ديالكم. هنا البنات من بعد ما طابت لي الكيكه ديالي عادي كطيب كيكه بحال الكيكات، هنا ما عرفتش نوقع لي لهاد التصوير هكا، المهم قبلوا عليا وصافي. المهم هنا انا كنت كنقطعها دائريات، يعني بديتها من فوق وهبطت حتى وصلت النص ديال الكيكه الجينواز ديالي عاد نتابس بان راه التصوير ماشي وهذاك. المهم قبلوا وصافي. المهم انا قطعتها على اربعه ديال الدائرات، ولكن البنات ديك الفوقانيه انا ما نديرهاش، درت غير ثلاثه ديال الطبقات فقط، اما الاخرى كانت واحد رهيفه بزاف ومهم ما صلحت ليش. هنا البنات كناخذ داك الماء ديال المشمش اللي كيكون مرقد فيه المشمش، وكناخذ واحد المعالقه ديال الكونفيتير ولا المربى ديال الفراغوله مع التورته ديالنا، يعني كنقولوا ضيف الشرف هو فريز ولا الفراغوله ولا الفروتا ولا الفراوله. المهم عليها مركزه صافي. هنا عندي الفروتة مقطعه، عندي الفريز، عندي الكيوي، عندي البنان، عندي المشمش صافي. وغناخذ هذاك المول حتى هو نضرب فيه الكريمه هذه. المهم انايا هذه الكريمه هذه هزت لي تقريبا وحده بحال هذه ونص، يعني 400 تقريبا شي نص سيترو ديال الكريمه اللي هزت لي. المهم كنضيف هذه الاولى وكنضيف حتى الثانيه، عليها صوب دوك الكويسات اللي فيهم تما غير الفروتة البنات هادوك وزوقتهم شويه وصافي قدمتهم للوليدات. هنا البنات كنخلي الكريمه ديالي تطلع وكنمشي نحضر السيرو. السيرو اللي قلت لكم البنات كندير فيه داك الماء ديال المشمش اللي كيكون مرقد فيه المعلب، وكنزيد عليه واحد الكويس الماء وواحد جوج معالق ديال الفريز ثلاثه، كنخلي مع البطاطا كيطلقوا. هنا البنات وجدت اللاطه ديالي عاوتاني مره اخرى، وكنستفوا فيها الفريز بهذه الطريقه هكا، ولكم الاختيار في الزواق وفي كل شيء، راه كتطلع رائعه رائعه بزاف. المهم البنات نخليكم مع الطريقه ديال التزيين، يعني كندير سيرو، كندير كريمه، كندير الفروتة، كنولي ندير الطبقات هكا حتى كنكمل ونتلاقاو في اخر الفيديو.
البنات كي كتشوفوا الطريقه ديال التزيين، كتبقى البنات اختياريه ليكم باش ما عجبكم التزيين، شوكولا، فروتا، اي حاجه عندكم متوفره يمكن لكم البنات يعني تزينوا بها. ماشي يعني انا قدمت لكم التورته ديال الفواكه، ولكن ليكم الاختيار في التزيين، وديروا اللي عجبكم. المهم ذوقتها كلبدات شي شويه من فوق بالكريم، وخديت واحد معلقه ديال الناباج ودتها من فوق، حيت كي كتشوفوا طارق البخور الباخ ولا ما عرفت شنو كتسميوهم. المهم راه كان مازال سخون، حيت هو ما كيبرد كيجمد، ما كيبرد كيجمد. الاحسن خصك ديروه سخون باش يشد على الفروته وكيعطي واحد البريو، ولكن انا مبان لي في بريو الصراحه داكشي يجمد بقى هكاك. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالي، وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو هذا النهار، وتكونوا استفدتوا معايا، وكنتمنى تجربوا هاد التورته وتردوا عليا الاخبار واش صدقت لكم كي جاتكم. يلا البنات ما تنساونيش من الاشتراك وجيم وكومونتير. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.